السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات اللي بنستخدمها كتير ان احنا نربط ملف الاوتوكاد جوه ملف الريفت، بس لازم نفرق بين امبورت ولينك. لينك يبقى اي حاجة تتعدل في ملف الاوتوكاد هيفضل يتعدل مع الريفت، انما امبورت انت خدتها كوبي وبقت موجودة عندك في قلب ملف الريفت، بحيث ان انت ممكن تعدل عليها، ممكن انت هتفجرها، هتعدل الفونتات، الحاجات دي كلها. فلازم نفرق جدا بين الاثنين. مستخدم ده امتى ومستخدم ده امتى؟ يعني لينك معناها ان انت هتتبع اي تعديلات تحصل، فده غالبا بيبقى في السكاشن والبلانات و انما لما تعمل له امبورت بقى موجود معاك. فلينك لو في تعديل، امبورت لو انت هتاخده ومش منتظر اي تعديل. طيب، من الحاجات برضه اللي بتصير كتير، لو انا لسه هتعلم ريفت وكاد، هل ابدا ينفع ان انا ابدا بالريفت ولا لازم اتعلم كاد؟ لا، ما لهاش علاقه، لازم تنفع ان انت تبدا في الريفت على طول، او تبدا في اي برامج البيم على طول. السؤال بعد كده يقول لك، طب انا ينفع ان انا اشتغل في الريفت على طول ولا لازم ارسم الموديلنج على الاوتوكاد وبعد كده اخد اعمل له لينك وابدا اشتغل؟ لا، لو في امكانيه ان انت تبدا على الريفت تعمل كل شغلك وترسم الحوايط، ترسم كل الحاجات دي من غير ما يبقى عندك اوتوكاد، ده يكون احسن بدل الدبل ورك. طيب دلوقتي انت عندك الملف، قبل ما تدخله جوه الريفت او اي برنامج تاني لازم ان انت تنظفه. يعني ايه؟ يعني تشيل اي نقط بعيده، تشيل اي نقط انت مش هتستخدمها، فبتفتحه وتبدا تعمل، ممكن تعمل اكسبلود عشان تتاكد ان كل الحاجه، يعني مفيش بلوك مثلا فيه نقطة بعيدة. يعني ساعات بنضطر ان احنا لقينا فيه نقطة بعيدة وكده بنجرب اكسبلود واوفر كيل عشان نتأكد ان مفيش حاجة طايرة، ساعات بتبقى الحاجات مش كلها 2D. امر بيرش ده اهم امر طبعا عشان تنضف اللوحة، بدل ما تلاقي ملف الريفت بدأ تقيل لان انت مدخل معلومات كتيرة. لو انت عندك كذا فيو في نفس لوحة الاوتوكاد بنستخدم امر اللي هو W بلوك عشان ناخد الفيو دوت يخليه في لوحة اوتوكاد لوحده. وممكن نعمل ورك سيت لكل الاوتوكاد، يبقى اسمها كاد ورك سيت، حاطين عليها كل الاوتوكاد، ونعمل واحدة برضو للريفت بحيث اي حاجات انت عامل لها لينك يبدا انها تبقى موجودة في ورك سيت لوحدها، بحيث انها تبقى اسهل في ان انت تقفلها او ان انت تشغلها. وانت بتعمل امبورت الاوتوكاد اختار الاختيار اللي هو العرض الحالي فقط، ما تخلوش يظهر اونلي كرنت فيو، بحيث ان انت ما تلاقيش في 3D وما تلاقيش في كل مكان، تلاقي بس في الفيو اللي انت فيه. والافضل ان انت تسيب الكالر واللاير والليفل زي ما هما، ما تقولهمش يغيروا. ده هيساعدك ان انت توفر الوقت وتجنب المشاكل اللي ممكن تحصل لو انت قعدت دخلت ملف الاوتوكاد وكانت في نقطه بعيده، لو دخلته وعملت اللينك بدل امبورت او. بعد ما تخلص لازم تحذف كل ملفات الاوتوكاد تماما وتتاكد ان انت عامل بيرش، لان وجودها بيسبب مشاكل.